يلا عايزين مدفع بقى. ده انت رايح لوحدك للمدفع. يلا ثالث بوكس اتفضل. سؤال رقم 9 ليك حق دلوقتي تقراه، بس ممكن ما تجاوبش عليه غير في نهاية الفقرة، لكن هتجاوب هتجاوب. لا طب اقرا. ايه حركة طردك من نادي اتحاد جدة السعودي لانك تسببت في عام سديمة لمضيفة مصرية تعمل على خطوط السعودية؟ انت عملت كده فعلا؟ لا ما حصلش طبعا كده خالص، يعني انا كملت سنتين اعاره ورجعت طبعا نادي الزمالك، انا عشان هم كانوا عايزيني في نادي الزمالك فرجعت اكمل اخر سنه ليه. بس اتقال ان انت مشيت بسبب مشكله. لا لا كل ده كده. ما ضربتش حد وعملت له عاره مستديمه يعني؟ ما ضربش حد والله، انا محترم. امال ليه موضوع الضرب ده على طول بيتقال عنك؟ لا والله ما حدش بيقول حاجه، هو واحد بس يقعد يتكلم عليا كتير، ما بركزش في الحاجات دي اصلا. انا ما ضربش حد والله، يعني عمري ما حد اشتكى مني. نروح اللفه اللي بعدها.